Bonjour mes amis, vous allez bien? Anashta, quel dire? Vous m'avez beaucoup manqué. Et vous? Je vous ai manqué? Je c'est Carole, votre prof de français. Lyon bad dohor ararit en nos abbé mon tiroir. Le tiroir taboule, fiktir ou ra. Ou deman deman, pheb nazumon. En tout cas, les imites nazumon, quelle est l'oura et l'yandkoun? La basse d'ailleurs chez war adrit l'oua. Et regardez ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé un reçu. Isol. Heida le reçu. Irdeto, men mahal le tieb. Le reçu, ou l'isol, mettez ma esmo bihmo. Isol, yani, no wasalani. نعم الورقة نحن بس نشتري من شي محل بيعملنا هذا المحل ورقة يعني هي ورقة بتكون منظمة بهالطريقة ومدقوقة بيبقى عنا بس نملأ الفراغ يعني نكتب اسم الشخص وقديش دفع مصاري تنأكد انه نحن وصلنا منه مصاري وصلنا بالعربي إيصال en français j'ai reçu l'argent reçu يعني وصلنا من هيك هالورقة من إلا un reçu le reçu le reçu اذن هي الورقه يلي بنعبيها لناكد انه وصلنا مصاري بنقله بالعربي ايصال اذا بتسمعوا اهلكم عم بيقولوا ايصال او وصل بتقولون ان فرانسي بنسميه ان reçu وبدي اقول لكم شيء اصحابي reçu عم نسمع فيه تعالوا نحذر اي لتر استعملنا تنسمع يمكن لو اس برافو كثار منكم قالوا اس وانا كثير فخوره فيهم لانه صحيح لما نكتب اس او 2 اس نسمع س في شيء حرف ثاني كمان بسمعه س ركزوا منيح في شي كلمه لو سي برافو قلنا ببعض الكلمات بعض الكلمات لا لتر سي انتبهوا لا لتر سي يعني ا ب سي ثالث حرف بالالفابي فينا نسمعها كمان س بس اليوم في شيء كتير غريب رح نتعلمه بحلقتنا متشوقين لتعرفوا شو هو؟ رح تعرفوه لما نكتب على اللوح كلمة reçu وأنا بعرفكم بعرف إنه كلكم مشوقين رح نطركن شوي صغيرة رح نسمع سوا الألفابي فرنسي رجعوا شوفوا كتير منيح للتر سي اسمعوا كل الأغنية ونرجع منلتقى أبخي الألفابي فرنسي Qui forme l'alphabet? Le sais-tu? Le sais-tu? Qu'est-ce qui forme l'alphabet? Le sais-tu? Les lettres? Oui. Les connais-tu? A. Avion. B. Bateau. C. Cochon. D. Comme D. E. Éléphant. F. Comme fleur. G. Girafe. H. Hibou. I comme il, J comme jus, K kangourou, L comme lune, M mouton, N comme nid, O orange, P comme pomme, Q comme 4, R radis, S serpent, T tortue, U univers, V vélo, W wagon, X Xavier, Y comme yaourt. Z comme zèbre. كلكم اكيد غنيتوا كلكم سمعتوا الالفابي فرنسي وانا اكيد ركزتوا منيح على لتر سي كلنا بنتذكر لا لتر سي ا ب سي سي فيني اسمعها ك لاي كلمه كارول رح اكتب اسمي en majuscule parce que c'est un nom propre اسم علم Carole. Ou fini quand même, isma k. Dans le mot carotte. Ana ouzrir et que nos ktir ashabi yiddahak. Ou le carole, mette le carotte. Mais ana ma ket izal, abadan. Ket iddahak. Une. Carotte. Carotte, yane jazra. Carole, carotte. Men choufi, on la lettre C. Ou men isma k. بس نحن كمان بنعرف انه لا لتر سي مرات بارفوا نسمع س مثل كلمه سيريز بتتذكروا سيريز يعني كرز اون
cerise. Une cerise, يعني كرزة. كرزة واحدة. إذا كرز كتير منقول دي سوريز. برافو. بس الكلمة اللي اليوم رح نتعلمها وقلت لكم انطروني لأنه في شيء غريب شوي رح نتعلمه هي كلمة غسو. أن غسو. الإيصال. شوفوا كيف نكتب أن غسو. أن غسو. شوفوا شو رح حط لها. شفتوا هيدي الإشارة؟ En français, من إلا cédille. من إلا cédille. من قول cédille. Cédille هي هيدي الإشارة الصغيرة. إشارة صغيرة كأنه حاطة حلقة. تعرفوا أنتوا البنات بتحطوا حلق دي بوكلو دوغي؟ السي مرات بتحب تحط حلقة بوكلو دوغي. بدنا نتعلم نسميها باسمها. اسمها cédille. وبس هيدا الحرف بياخد cédille. بس سي سيدي. هلا اكثر منكم عم يتساءلوا طيب انا كيف بدي اعرف اي متى بحط سيدي؟ في منكم بيحبوا يزينوها للكلمه بصيروا كل ما يشوفوا سي تيلفظوها س يحطوا لها سيدي. بس نحن ما فينا نلعب نحن عم نتعلم فرنسي بدنا نركز. رح اعلمكم ورح اقول لكم سر صغير وعلموه لاخواتكم الصغار. في بس 3 لتر 3 احرف بس ينوجدوا من بعد السي تاسمع س بدي حط سيدي. جاهزين لتشوفوا شو هن؟ مين بده يحذر اول حرف؟ برافو انتو كتير ذكية اكيد للتر U لانه بكلمة غسو انتبهت انه بس حطيت U من بعد السي حطيت سيدي والا لو ما حطيتها كنت قلت غكو تمام الفوزة ك حط لها سيدي. اذا اول حرف رح اكتبه بغير لون لا لتر U ما تنسوها. هلا انا رح اقول لكم الحرفين غير الU يلي منحطون ومنحط ضروري ضروري نحط سيدي على السي قبل تنسمع الس هن لا لتر A اي لا لتر O. هول ثلاث احرف هن اصحاب بس هول ثلاث احرف بس نكتبون من ورا السي وبدنا نسمع س منحط لها سيدي. رح ارجع عيد وانتو كتير شاطرين. انا من ورا هيدول الاحرف الثلاثة بس اكتبون من ورا السي اذا انا لازم اسمع س بدي اتذكر انه حط لها سيدي. سيدي يعني هالإشارة صغيرة تشبه كتير البوكل دوغي. وهيدا درسنا لليوم. اليوم عم نتعلم أي متى السي منحط لها سيدي. تعالوا نعيدها بعد مرة شو منسميها؟ سيدي. برافو ركزتوا منيح؟ تعالوا نعيد بسرعة شو هن الأحرف أنا رح خبيهم رح أوقف قدامهم مين بيتذكر؟ U A O. برافو بعد مرة U A O. هول ثلاث أحرف عيدوهم كل نهار بالبيت دغري بتحفظون. وهلا انا بدي اتاكد من هيدا الشيء لما نلتقي انا وياكم قدام الاكران على كلمات جديده بتتضمن لتر سي وراها هيدي الاحرف لنشوف كيف منحط لا سيدي. انتو جاهزين؟ رح اترككم ترتاحوا بفكره صغيره ونرجع بنلتقى على الاكران. Une cerise. Une citrouille. Une sucette. Un garçon. Le français. Un reçu. Un citron. Moi, je suis prête. Vous êtes prêts? On peut commencer? Regardez. J'ai préparé la première photo. نحن أكيد شو شايفين؟ بنت أو صبي؟ صبي. صبي. أكيد. En français, من إلو un garçon.
un garçon. Garçon, يعني صبي. Moi, je suis une fille. Mon frère, يعني أخي, est un garçon. Garçon, fille. Je suis une fille. Mon frère, Paul, est un garçon. وهلا انتو عم تلعبوا كل ما تشوفوا صبي قولوا garçon. إذا كان بنت قولوا لا fille. Garçon, fille. بديكم تركزوا كتير منيح على كلمة garçon. Regardez. Un garçon. عم بسمع garçon. Je n'ai pas mis S. ما حطيت la lettre S. مع انه la lettre S بتخليني اسمع S. بس باللغة الفرنسية en français parfois في أحرف نستعملها عدة أحرف نستعملها للصوت ذاته. بيبقى علينا انه نحفظ هيدي الكلمة. وأنا مثل ما نصحتكم من زمان إذا كلمات عم تنسوها فيكم تكتبوها على كرتونة ملونة وتعلقوها بأوضتكم وعكتر ما بتشوفوها كل يوم بتحفظوها وبس تحفظوها بتشلوها بتحطوا غيرها. هيدي أفضل طريقة لعيننا تحفظ الكلمة. بس نحنا تعلمنا شيء قبل شوي على التابلو. شوفوا معي كتير منيح لو سي. شو في جاية من وراء أي حرف؟ أوه مين بيتذكر؟ La lettre O, bravo! إذا حطيتها من ورا C, دغري شو بدي أعمل بالC؟ بدي حط له CD. La lettre C بدي حط لها CD. والCD هي الإشارة الصغيرة. هي إذا بتشوفوها تشبه الC مقلوبة. مثل كأنه عم بكتب 5. La lettre 5 من تحت. كتير بسيطة وكتير سهلة. ورح تحبوا تحطوها. بدي أشوف مين منكم رح يتذكر دايما يحطها. Un garçon. Il y a la lettre O. مجبورة حط سيدي. مين بيقدر يقول لي إذا ما حطيت سيدي؟ نسيتها. كيف بلفظ هالكلمة؟ Un garçon. بقولوا garçon أو garçon. Garçon. Donc pour dire un garçon, il faut mettre la cédille sur le C parce qu'il y a la N au fil, la lettre O من ورا. OK؟ شو في عندي غير لتر؟ مين بيتذكر شو هن الأحرف الغيرة غير ال O؟ U A. Bravo. Je vais continuer. Je passe au deuxième mot. Bonjour de France. La France. Farensa. Aya le rabihko be Farensa. Farensa. Français. L'oral farensiye. Nihna shu an nitallam. Bi fakaretna. On apprend le français. Ou haydi le kelme. Yali halla kitabtilkon iha. Le français. Français. هيدي أكتر كلمة ممكن تحفظوها لأنه كل ما بتكون تحضروا لفقرتنا لازم تحضروا دفتر. صار فيكن هلأ تكتبوا على هيدا الدفتر كلمة فرنسي لأنه أنا بعرف أنه كتار منكن منتبهين ببداية فقرتنا على الشاشة بيقطع كلمة فرنسي. حدا منكن انتبه أنه سي حاطين لسادي؟ برافو للي انتبهوا. وهلأ صرتوا تعرفوا السبب. يمكن قبل كنتوا تقولوا شو حاطين هيك على السي ملونينا ولا بالغلط؟ لا مش بالغلط ابدا. هيدا اسمها سيدي. نرجع منعيد سي سيدي مثل الحلقه بوكل دوغي لو فرونسي. طيب ليه حطينا السيدي هون؟ لانه في عندي لا لتر ا. خلينا نعيد الاحرف ثلاثتهم او ا اي او. لو ما حطيت سيدي كانت قلت لو فرانكي. انا مجبوره حط سيدي لالفظ باسكو جي لا لتر ا لو فرانسي. بدي منكم تنتبهوا انه فرانسي بتنتهي بالاس لانه او فيمينا يعني بالمؤنث بنقول فرانسيز. بما انه انا رح عوز هذا الحرف حطيت بالاخير اس بس ما بلفظه. جو كونتينيو ترويزيام مو. Une, تعالوا نلفظها سوا. تعالوا نجرب نلفظها سوا. سي او سو. ليه ما حطيت انا ليه ما حطيت سدي هون؟ اكيد ماني بحاجه حط السدي لانه ما في عندي ولا ا ولا او ولا او. سي او بلفظها سو. سوريز. اون سوريز. وبدي اذكركم لا لتر اس لما بتكون موجودة بالوسط وحواليها قبلها وبعدها دي فويال مثل A, O, I, E, U ما بتعود تنلفظ S تنلفظ Z. تتذكروا هيدي الحلقة؟
une cerise. Cerise, يعني كرزة. كتبتوها؟ حدا منكم حط سدي؟ برافو، ما منحط سدي لأنه ما عندي ولا أ ولا أو ولا أ. رح انتقل للكلمة الرابعة، لو كاتريام مو، اللقطين. هيدا الخضرة اللي كتير كبيرة، هي اللقطين هي كتير كتير كبيرة وكتير تقيلة، بيعملوا منها عدة مأكولات. منقلها en français une citrouille. هي كلمة شوي طويلة. une citrouille. C-I-T-R-O-U-I-L-L-E. بدي منكم تكتبوها، ضروري تكتبوها لأنه في كتير أحرف ورا بعضها. أرجع عيد. C-I-T-R-O-U-I-L-L-E. Une citrouille. ليه أقولكم أنا اخترت هيدي الكلمة؟ أكيد بدي أعرفكم عليها، لقطين من إلا سيتروي. بس ليه اخترتها اليوم؟ لأنه بتبدأ بحرف السي يلي بسمعه سس وما بحط سدي. بوركوا جو ني با مي لا سدي؟ ليش ما حطيتها لا سدي؟ سيتروي. برافو، لأنه في عندي من وراء حرف الإي. أنا مني بحاجة، فيني أكتب سيتروي مثل السيترون. مني بحاجة بس يكون عندي حرف الإي إنه حاط سدي. بالفوز سيتروي. أما الكلمة الأخيرة هو شيء كتير بتحبوه أكيد، بس شيء بيضر الأسنان. une sucette. sucette هي الحلوى يلي من مصة منمسكها بمسكة ومن مصة، بس بدنا ننتبه كتير لأنه كتير بتأذي الأسنان. هي مثل البونبون، بس الفرق عن البونبون إنها بتاخد وقت تنخلصها. فإذا إذا أكلتوا سوسات لازم دغري دغري ونصبغص لدان فرش سنانا. شوفوا منيح كلمة سوسات. une sucette. فيها طريقتين تنسمع س. بالبداية في عنا الأس، أكيد لما بتبدأ الكلمة بالأس أكيد بدي أسمعه س. س أو سو. وبعدين حطيت س مع أو. أنا بحاجة حط سدي؟ مني بحاجة حط سدي لأنه سي أو مثل سوريز، ما بحط لها سدي، بسمع سوسات، ما عندي مشكلة معه. أي أحرف لازم حطهم لحط سدي على سي؟ أ أو أو. هول ثلاث أحرف لما بكتبهم ورا سي تأسمع س، بحط سدي لسي. تري بيان، حلقتنا اليوم كتير مشوقة وانتو كتير شاطرين. رح ارجع عيد الكلمات، ركزوا عليهم كتير منيح. عندي اول شيء ان غارسون. غارسون صبي، الصبي الصبي يعني. une fille يعني فتاة. ان غارسون حتى لو سيدي. le français. le français الفرنسي. le français la langue française. كل مرة بيكون عندي سي وراها ا مضطرة حط سيدي تاسمع س مجبورة. sinon je vais dire le franquet. تطلع غلط. le français. تالت كلمة كان معي une cerise. بس يكون عندي e ما لازم حط سدي. بقدر اسمع cerise. وبس يكون كمان عندي e مثل citrouille اليقطين. citrouille. ما حطيت سدي وبقيت عم بسمع س لأنه عندي la lettre e. أما بالكلمة الأخيرة une sucette. بالsucette دالكم تذكروا في عندي S في عندي C. بتبدأ بالS وبوسط الكلمة في عندي la lettre C يلي من بعدها جاي la lettre E. مني بحاجة حط لا سدي. برافو يلي حفظوا سدي كتير منيح. أنا مبسوطة كتير من اللي كتبوا على صفحتهم اليوم. فيكن تحطوا عنوان على هيدي الصفحة اليوم C أو C سدي. هيك بتتذكروا انه هول الكلمات مقسمين، كلمات بتتضمن سي وكلمات بتتضمن سي سدي. هلا رح اترككم ترتاحوا مع غنية بتحبوها كتير كتير، ومن بعدها بدي احضركم اكسرسيس وبدي اشوف مين منكم بدي اعرف كل الاجوبة. Moi je suis propre. Je me baigne tous les jours, je me brosse les dents après.
après chaque repas. Je me lave les mains plusieurs fois par jour. Le savon et l'eau sont mes meilleurs amis. Je prends soin de mes habits, de mes cheveux et de mes ongles. Je suis très heureux. Vive la propreté. Voilà, moi, je suis prête. Est-ce que vous êtes prêts? Daroure daroure, tahadrou daftarkoun, votre cahier et votre crayon. Lannou hayda l'exercice ktir mhem. Ta'ara l'consigne, regardez. Ajoute, hayda awal barra btoufou hal kelme. Ajoute, yani adif. Ajoute la cédille. Cédille, rahi kelme cédille. Ajoute la cédille si nécessaire. Si nécessaire, yani iza, si yani if. بالإنجليش إذا نيسيسير يعني ضروري مش بدنا نزيدها كل ما نشوف لا لتر سي بدنا نزيدها إذا ضروري وهلا بدي أشوف إذا بتعرفوا إذا لازم نزيدها أو لا مركزين شوفوا أول كلمة لو فرانسي أنا إذا بدي أقرأ هالكلمة بقراها فرانسي أكيد لا بقرأ فرانكي لأنه في عندي من بعد السي آ Donc, quand j'ai la lettre A, je dois mettre la cédille. Halla sarfini oul, le français. La erja jakir kon ou la satir tahta. Tlet marrat, la lettre A, maten soua. Le français. Deuxième mot. Une. J'entends cerise ou cerise, behaid el hale. Cerise, bravo. Je vais mettre un petit juste. En ouïe sahiha. J'entends une cerise, mabhat cédille. لأنه عندي أ وبتالت كلمة أن هيدي كلمة بتعرفوها أن سيترون حتصدي ما رح حتصدي لأنه ما في عندي ولا أ ولا أو ولا أ بهالكلمة أن سوسيت برافو je ne mets pas de cédille j'entends sucette لأنه ما عندي هول الأحرف هيدي الكلمة أن garçon كلكم صرختوا Mais la cédi, hâte cédi, voilà la cédi. Maintenant, on peut mettre la c, parce que من وراها في عندي o. وبتابع un reçu. Bravo, أكيد بدي حط cédi. لأنه j'ai la lettre u, reçu. Je mets la cédi. Et ici, هيدا كلمة جديدة. Un glaçon. Glaçon, يعني مكعب التلج. Un glaçon. Glaçon, أكيد أكيد بدو سدي لأنه في عندي la lettre O. Glaçon هني مكعبات التلج اللي منحطون مع العصير. أما الكلمة الأخيرة une citrouille. Bravo. ما بحط لها سدي. أيهن أحرف اللي منحط لهم سدي بس يكون في عندي سي قبلهم منحط السدي على سي إذا كان في عندي A O و U. إذا كان بدي اسمع س بس بدي اسمع س بتذكر كتير منيح إنه إذا عندي سي ما أنسى حط لها سي دي وفيكم ترسموا هيدا الشيما هيدا الشكل على دفتركم هيك أبدا ما بتنسوا درسنا لليوم أنا كتير فخورة فيكم لأنه كتير ركزتوا معي وتعلمتوا كتير عدوهم كتير منيح أوفر ما ميزون إي تري بيل Elle est toujours propre et en ordre. Dans la cuisine, maman prépare les délicieux repas. Nous mangeons dans la salle à manger. Le soir, nous veillons dans le salon. Pour me brosser les dents, je vais dans la salle de bain. Puis je me couche dans ma chambre à coucher. Ma maison est très belle. Elle est toujours propre et en ordre. Dans la cuisine, maman prépare les délicieux repas. Nous mangeons dans la salle à manger. Le soir, nous veillons dans le salon. Pour me brosser les dents, je vais dans la salle de bain. Puis je me couche dans ma chambre à coucher.